المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. ويسرني أن أقدم لكم هذا البرنامج الذي يختص بعرض الكفاءات الأردنية المميزة والواقعية التي لطالما البعض يغفل عنها. ورحبوا معي بضيفي الأكثر تميزا لهذه الحلقة، الأستاذ فتح الله نصار، صاحب شركة دار المواهب للتشغيل الأردنية. أهلا وسهلا فيك ونورتنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. شكرا لك. بداية، أنت أشهر من أن تعرف وتمثل نموذج ابن البلد الأصيل. من هو الأستاذ فتح الله نصار؟ تفضل. في البداية نرحب بالجميع، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. وأهلا بكم في شركة دار المواهب لتشغيل الأردنيين. نعم. المعنية بتشغيل الأردنيين في داخل المملكة الأردنية وفي خارج المملكة الأردنية الهاشمية. جميل. فتح الله نصار إحدى أبناء هذا البلد، ترعرع في كنفها وعاش فيها وحاول أن يعطي ما يستطيع لأبناء هذا البلد المعطاء. فنحن هنا في شركة دار المواهب الأردنية معنيين بتوظيف الشباب الأردني أصحاب الكفاءات المتميزة. نعم. إن كانوا حتى خريجين جدد بتوجيههم لأخذ الدورات اللازمة أو أخذ ما يستطيعون من معرفة وخبرة لتوجيههم لأصحاب العمل المحتاجين لهذا العمل. جميل، ما شاء الله عنكم، نشكر جهودكم لهذا العطاء المتميز. يعني نتحدث عن هذه الشركة، متى تم تأسيسها؟ تم تأسيس الشركة هذا منذ 6 سنوات، تاريخ 2011 تقريبا. جميل. نعم. يعني نتحدث الآن عن أهداف هذه الشركة، هل هنالك أهداف معينة؟ طبعا، الشركة أهدافها معنية بتشغيل الشباب الأردني الخريج من خلال معاناة تمت معنا من تجربتنا في تشغيل أولادنا. نعم. أنا سبقنا لي وعندي شباب صيادلة مهندسين، كنت أعاني بتوظيفهم، فمن هذا الشيء وجدنا الفكرة هذه، خصوصا في السوق العمل كان يستوجب وجود شركات إضافية لتشغيل. نعم. الشباب الأردني. فمن ضمن النشاطات التي نقوم فيها تم تأسيس هذه الشركة لعمل للقيام بتوظيف الأردني الشباب الأردني. نعم. الشعبية لا تأتي من فراغ، والسمعة الطيبة والشهرة أيضا. ما هي المميزات التي تمتاز بها هذه الشركة عن غيرها من الشركات الأخرى؟ الصدق والمهنية. نعم. الصدق والمهنية والأمانة بالعمل. بالتأكيد، التميز هو أساس النجاح. ما هي أهم الإنجازات التي قمت وضع بصمتك عليها؟ نحن لله الحمد وكلاء لعدة جهات مختلفة في داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو في خارج المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. فعلى سبيل المثال في داخل الأردنية، في داخل المملكة الأردنية الهاشمية، نحن وكلاء حيث نحن أو أنا عضو في جمعية الرخاء لرجال الأعمال. فهذا رجال الأعمال هذول يمتلكون مجموعة من الشركات. نعم. كذلك عضو في ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني يمتلكون عدد كبير من الشركات. فنحن معنيين كشركة دار المواهب لتشغيل الأردنيين بتوظيف الشباب الأردني في داخل الأردن في شركات الأعضاء المنتسبين لهذه الجمعية أو الملتقى رجال الأعمال الفلسطيني. كذلك مجموعة من المطاعم في داخل الأردن معنيين نحن وكلاهناهم في تأمين الوظائف اللازمة للشباب الأردني في داخل. ومجموعة من الفنادق في خارج المملكة الأردنية، في خارج المملكة الأردنية الهاشمية، نحن وكلاء جامعات سعودية، جامعات إماراتية، مستشفيات، مدارس مختلفة. نعم. شركات مختلفة نزودهم بالكفاءات الأردنية اللازمة في هذا المجال. جميل. نتحدث الآن عن تطلعات المستقبلية لهذه الشركة، الرؤية المستقبلية. نسعى في شركة دار المواهب للحصول على فرص أكثر مع شركات أخرى لتزويدهم بالعمالة الأردنية والكفاءات المختلفة على جميع القطاعات، إن كانت على مستوى الدكاترة أو مستوى المهندسين أو مستوى الفني، القطاع الفني، قطاع الاتصالات. لدينا في الأردن طاقات
ممتازة وعقول ما شاء الله. نعم. وخريجين من الجامعات ذو كفاءة عالية جدا. نطمح أنه تسويق الشباب الأردني ذو الكفاءة اللازمة في هذا المجال خارج الأردن إن شاء الله تعالى في القطاعات المختلفة المحتاجة من كان في دول الخليج أو حتى سعينا الآن لدول خارجية في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في أمريكا اللاتينية للمحتاجين الكفاءات الأردنية ما شاء الله عليها الكل يشهد لها بكل أمانة وإخلاص. نعم إن شاء الله يا رب كل طموحاتك بتتحقق وبتمنى لك المزيد من التقدم والازدهار. شكرا لك. أستاذ فتح الله، هل هنالك مشاكل أو معوقات تواجهكم من دوائر رسمية أو جهات أخرى أو من خلال تعاملكم مع المجتمع المحلي؟ نحن نسعى لزيادة التعاون بين شركات التوظيف ووزارة العمل الأردنية من أجل الوصول للغايات والطموح اللازم أن يحققه للشباب وتحقيق أكبر أهداف معينة. فبالتعاون ووضع اليد بين اليد نستطيع إن شاء الله نصل لما يصبو إليه الجميع. كذلك نتمنى منه أن يكون هناك رقابة أكثر على مكاتب التوظيف، حيث أنه يوجد عدد كبير من مكاتب التوظيف الغير مرخصة في داخل البلد وهذه تسيء لمكاتب التوظيف المرخصة. نتمنى أن يكون هناك تعاون لإيقاف الناس اللي ممكن أن يكون سمعة سيئة لإيجاد للمكاتب التوظيف. نتمنى من جميع الجهات تتكاتف الجهود حتى من وزارة العمل أو من عند الجهات المختلفة للوصول لهالغاية هذه. أكيد بضم صوتي لصوتك وإن شاء الله رسالتك تكون وصلت للجهات المعنية وأكيد زميلنا برهان الحبيتات رح يتابع مشكلتك. أستاذ فتح الله، رسالة من حضرتك لجيل الشباب كونك أنت أحد فرسان التغيير منظومة ثقافة العيب، شو بتحب توجه كلمة للجيل الصاعد؟ تفضل. بتمنى من الشباب أن يكون جاد ومثابر، وحقيقة ما أراه في الشباب الأردني خارج الأردن لا أراه في داخل الأردن. صحيح. شباب الأردني في داخل الأردن ينقصه الحماس أكثر، شبابنا في خارج الأردن أصحاب حماس لهم يعني باع طويل وقدموا خدمات مميزة. الشباب عندنا في الأردن لسه الخبرة تاعتهم قليلة. أنصحهم بعمل خبرة ويكونوا جادين بعملهم، وأي شخص لازم يثابر ويعمل. الوصول للغاية مش بيوم أو اثنين أو ثلاثة، الوصول للغاية يحتاج إلى جهد ووقت وعمل ومثابرة، والكل سيصل. الإنسان يضع في أمامه ونصب عينه أهداف معينة ويسعى لها. فأرجو منهم أن يثابروا ويأخذوا الدورات اللازمة ويكونوا مقدامين ويكون حبهم للعمل يعني كان العمل حتى في دين العمل عبادة، العمل عبادة. فمن هذا الباب أنه أسعى أنهم يكونوا جادين ومخلصين ومثابرين في عملهم. حقيقة نجد أنا لمست هذا الشيء حقيقة أنه في شبابنا في الأردن أدائهم وكفاءتهم في خارج الأردن أعلى بكثير من كفاءتهم داخل الأردن، وهذا ما بعرف ليش الكلام هذا. الشباب يكون الشباب عندنا مقصرين نوعا ما في أدائهم العمل في داخل الأردن، يمكن الظروف مختلفة، بس الحقيقة واضح أنه الجميع يشكر في شبابنا في خارج الأردن. طب اعتقادك ما هي الأسباب؟ ممكن المشاغل الحياة، ارتباطهم الأسرية، ارتباطاتهم المختلفة، يعني مما أوجد أنه حتى أنا من خلال تعاملي مع مجموعة الشركات اللي الأعضاء الزملاء في جمعية الرخاء ومنطقة رجال العمال الفلسطيني، وجدت أنهم صاروا يتجهوا إلى العمال الأجنبية بينما أنه في عمالة موجودة. هذا ناتج عن أنه الشباب الأردني غير ملتزم تماما بالعمل. نعم. بفترة من الفترات بتلاقيه بيترك عمله بسهولة يعني بدون حتى إبلاغ صاحب العمل أو إبلاغ هذا الشيء، وطبعا هذا بضر في مصلحة صاحب العمل. صحيح. كل صاحب العمل دربه شغله علمه صبر عليه، لما صار بده ينتج أو حتى يستفيد منه تلاقيه إنه توجه باتجاه آخر، طبعا هذا بضر في صاحب العمل. بالتأكيد. غير كذا الالتزام بالعمل بالدوام بالشيء، يعني حتى نسبة الإجازات عندنا في الشباب الأردني للأسف عالية جدا، إجازات بياخذوا فترات زي كفاءتهم أدائهم بالعمل، يعني بيتجهوا الشباب وأصحاب الشركات للموظفين، والكل يمكن بشايف يعني البلد ما شاء الله فيه عندنا طاقات كثير جدا، لو أشغلها الشباب الأردني بكون أفضل. صحيح. وفي مهن يعني ما شاء الله يعني حتى دخلها عالي، بتفتح بيوت، تفتح أسر، بتفتح شيء زي كده.
فبتمنى انه الشباب انه يحط عينه ويعمل فوكسنج على المهن اللي بيشتغل فيها الاخرين. والعمل مش عيب، اي عمل انسان بيقوم فيه فهو بالاخير عباده وبيخدم نفسه فيه احسن من ما حتى انه يتغرب ويروح جاي. يعني بامكان كثير من الشباب اذا اجتهدوا في داخل البلد انه يحققوا نتائج افضل بكثير من الخارج. صحيح. بس يصبوا لذلك، يحط في عينه ذلك. وغير كذا ممكن بعد فتره يكون يعمل هو الهز اون بزنس، يعني يعمل شغله الخاص فيه، تدرب في البلد، تعلم في البلد، يكون عطاؤه في البلد بكون افضل. وغير هيك يعني حتى اي واحد، يعني هذا يمكن حكمتنا اللي احنا منها، اي انسان ما تبنيه في بلدك لك ولولدك. هذا شيء يعني معروف الكلام هذا، انه اي شيء تبنيه في بلدك فهو لك ولولدك. بس المؤهلات الموجوده في الخارج ليست موجوده في الاردن، لذلك لدينا في الاردن كل المؤهلات المطلوبه. الاردن غنيه بابنائها، غنيه بكفاءاتها، هذا مشهود الحمد لله رب العالمين. يعني الحكومه ما قصرت، جلاله الملك طال الله في عمره ما قصر. آمين. التوجه في عندنا في الاردن هنا للتعليم، فعندنا اكبر نسبه تعليم على مستوى الوطن العربي واكبر نسبه كفاءات. والمواطن الاردني كان على جميع الاصعده فهو شخص مميز على في الوطن العربي وخارج الوطن العربي. فعندنا الحمد لله رب العالمين طاقات بفضل رعايه جلاله الملك وجلاله الحكومه، وكلهم بينظروا انه نفس المواطن او نفس الشخص او نفس الكفاءه تكون متميزه في هذا الشيء. والحمد لله رب العالمين مشهود لنا حتى في تعليمنا في الاردن في ذلك يعني. ونحن في الاردن سبقنا كثير من الدول بالتعليم حتى في الجامعات الخاصه والتعليم، والمخرجات ممتازة جدا. والجميع نحن من خلال شركة التوظيف نرى أنه الأردن مخرجاتها ممتازة جدا مقارنة مع الآخرين، والله الحمد هذا فضل من الله سبحانه الحمد لله. بالنهاية لكل مجتهد نصيب. أكيد أستاذ فتح الله، نتجه إلى محور آخر في حديثنا نتحدث فيه عن نعمة الأمن والأمان. مثل ما بتعرف الأردن عبارة عن حديقة داخل حريق بسبب أوضاع الدول المجاورة، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين، هذا الأمن والأمان هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. بفضل الله سبحانه ثم بفضل جهود جلالة الملك والمسؤولين القائمين في ذلك. ونرجو من الجميع أن يستشعر بهذه النعمة ويحافظ عليها، لأننا الآن منظورين من الجميع. نحن نحسد على هذه النعمة. نحسد على شيء، منظورين من الجميع على هذه النعمة، والجميع يحسدنا على هذا الشيء. فلله الحمد والمنة على ذلك. ونشد على أيدي المسؤولين ونشد على أيدي جلالة الملك بهذا المجال، وجزاهم الله عنا كل خير. والحمد لله رب العالمين، هذا يعني من النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلد، وأرجو أن تدوم وأن يقدر الجميع هذا الشيء إن شاء الله تعالى فيها إن شاء الله. الله يخلينا جلالة سيدنا والقيادة الهاشمية، ونتمنى السلام لجميع الدول العربية 100% إن شاء الله تعالى. المعروف عن جلالة سيدنا أنه قريب من الشعب، لو حالفك الحظ والتقيت بجلالة سيدنا ماذا تستقول له؟ بكل رحب صدر نشكره على جهوده وعلى مثابرته وعلى متابعته لكل أمور شؤون الدولة، ونكون له ممتنين وشاكرين له على مواصلة متابعته لجميع الأمور، ونطمع من كذلك المزيد. دائما نحن نطمع المزيد من المتابعة لما في مصلحة البلد ومصلحة الناس ومصلحة الجميع إن شاء الله تعالى. تأكيد الله يديم دخل لهذا البلد، وشرف لكل مواطن أردني بأن يلتقي بجلالة سيدنا. أكيد ميف. قبل ختام حلقتنا نعرف سادة المشاهدين بموقع هذه الشركة وطرق التواصل. شركتنا تقع في شارع الجاردنز، بناية رقم 66. نحن هنا في المكتب حرصنا انه يكون في اريحية تامة لأي شخص يزورنا في المكتب. مجهزين امورنا بجميع الطاقات او جميع ما يلزم من تكنولوجيا او من وسائل تواصل. موجود موقعنا احنا على موقع وزارة العمل اسمنا، وموجود رقم تليفوناتنا ورقم الايميلات تبعتنا، وبيسعدنا انه التواصل معنا على الارقام هذه جدا. ارقام الهواتف سوف تظهر على الشاشه عند زميلنا ضياء بدران مدير التصوير. شكرا لك ويعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا بكم، حياكم. وفي نهايه حلقتي لهذا اليوم اتقدم بجزيل الشكر والعرفان للاستاذ فتح الله نصار على هذا اللقاء والاستقبال الرائع. شكرا لك ونورتنا، ونحن سعداء ايضا باستضافتك. ونحن سعداء بوجودكم معنا، اهلا وسهلا. شكرا لك، حياكم الله.